شو اخبارها؟ مرام وينها؟ بالحمام هلا بتجي. ليش متفاجئ وعم تطلع هيك؟ كل هالقد متغير؟ لا كيف صرت هلا؟ منيح. قلي شو قصتك انت؟ لا تبلش، مو ناقصك انت الثاني، ما بيكفي طول اليوم عثمان مستلمني؟ حلو عني مراد، خليك طبيعي ولا تخلي مرام تحس بأي شيء. شو لهالدرجة أنت خايف منها؟ خلص شباب هلا مو وقته هالحكي. شو بتحبوا تشربوا؟ كولا ولا عصير فواكه؟ حليب. جيب لي كاسة حليب لو سمحت. جيب لي من مشروبي وجيب له كولا إله. مراد محمي وما لازم يفوت المشروب على تمه، المفروض يلتزم. وعدت الخالة كندا إنه ما يشرب. إيه؟ اللي حكيت له شلون مصطفى لحقني؟ ايه صحيح، احكي لنا كيف لمحته وشو صار وقتها سليم؟ انا ومرام ورفقاتها كنا قاعدين بالمطعم عم نتغدى، فجأة لمحته واقف قبالي ودغري اختفى. بيكون تهيأ لك مو حقيقة. والله. الخوف اللي عم يخليك تشوف الرجال قدامك. شفته بعيوني. وشفته شي بعد هالمرة سليم؟ لا طبعاً ارتعبت وقتها وطلعت فوراً من هنيك وبعدها ما شفته. طالما خالك سليم قال بده يحلها راح يحلها إجباري. وانت مأمن لخاله منير ما؟ لك الزلمة قال اتركوها علي، شبك انت؟ هو بيعرف شغله. شايف لك ما انا فرقانة معكم، الزلمة لحقني الي يعني بيعرفني لحالي. خلص اهدى سليم، ليك اجت مرام. بدك ياني حط ايدي على خدي واستنى ليجي الزلمة ينتقم مني ما هيك؟ لك خلاص قلنا لك خالك قال بده يحلها وراح يحلها. شو هالمفاجأة الحلوة؟ إنا بتكونوا اشتقتوا لنا كثير. شو أخبارك مراد؟ منيح، أكثر من هيك بنتزع كثير منيح. شو بو هذا اليوم؟ لساته سكران من امبارح، له يومين ما بطل شرب. مفكرني صدقتك يعني؟ هلا مو وقت مسخرتكم، أنتم مبين عليكم مهمومين كثير. لا يا حبيبتي ليش عم تحكي معي هيك؟ كل ما بتجتمعوا سوا بتتناقروا مع بعض، كأنه في شي شاغل بالكم. الله يستر لتكونوا عاملين شي عاملة تاني. اوف مرام بكفي بقى، سكرنا على الموضوع، ليش لترجع تفتحي من جديد؟ شبك سليم ليش عم تعيط؟ لك بدها ترجع لنفس السيرة. ايه خلص انا اسفة. خلص لا تعصب. ايه مراد امتى مسافر على انجلترا؟ عن قريب شي اسبوع زمان وبيكون بانجلترا ما مراد؟ بس والله إذا ما بتحضر عرسنا بزعل منك مراد. إيه أكيد طبعاً رح أحضر، يوم عرسكم رح يكون أسعد يوم بحياتي. واقف واقف.